في محافظة صنعاء أكد مشايخ وجهاء وأبناء مديرية همدان وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان ودعمهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية. الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان ودعم أبطال الجيش واللجان الشعبية، هذا ما أكد عليه أبناء ومشايخ ووجهاء مديرية همدان في لقاء قبلي موسع اليوم، مستنكرين التواجد الأجنبي على الأراضي اليمنية واستمرار خروقات العدوان لوقف إطلاق النار والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني، داعين كافة القبائل إلى رفد الجبهات ومواجهة العدوان والاحتلال. هذه القبيلة اليمنية من هنا من قبيلة همدان تعلنوها لآل سعود ومملكة الشر وأمريكا الصمود، التحدي، الإباء. اليمن شد العزيمة للمعارك والجهاد، نعدم الجيش السعودي والتحالف ينداس. عزمنا بالله رب العرش فيها الاعتماد، عامل العدوان والشعب اليماني يفترس لو قصف مهما قصف جيشنا درع البلاد. أبناء همدان جددوا استعدادهم للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن ورفض الجبهات بالمال والرجال وجهوزيتهم لأي خيارات إلى جانب الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف. من حالف الشيطان واستقوى به وأقام حلفا ظالما متجبرا، من حشد الباغين جيشا ظالما وكذا سلاحا فاتكا متفجرا، ومضى بكل عتاده وعديده متهددا يمن العروبة منذرا، أن يغزو اليمن السعيد بجيشه يوما أراد الشعب أن يتحرر. السلام عليكم يا من أخذتم جميع الخصال، ألم يقل الإمام علي عليه السلام لهمدان أخواتكم ودين يزينها وعلم إذا قالوا وطيب كلامي؟ جزى الله همدان الجنان فإنهم سمام العدا في كل يوم سمام. إننا قبائل همدان نؤكد دائما على أننا سنكون على جهوزية عالية دائما وبمستوى التحديات، ونؤكد في هذا اللقاء الموسع على التالي: 1. استمرار رفض الجبهات بالمال والرجال حتى يكتب الله النصر والسلام. 2. استقبال شهر رمضان ونحن نحمل الإيمان والسلاح لأنه شهر الجهاد. 3. نشد على أيدي رجال الرجال من أبناء الجيش ورجال المؤمنين في طلب العون من الله سبحانه وتعالى. 4. نحن أبناء قبائل، نحن أبناء القبائل سنكون اليد الضاربة جنبا إلى أيدي رجال الأمن والرجال لكل من يحاول خلق المعاناة الاقتصادية. المشاركون حملوا قوى العدوان تبعات ما سيترتب على خروقاته وتماديه في الإجرام، مطالبين المجتمع الدولي وأحرار العالم إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر على الشعب اليمني.